هنبدا بحاجه هنعمل فيها اعاده تدوير للفينو. انا قلت لكم امبارح اي حد عنده كميه فينو يديله تقطيعه بالشكل ده كده، ويبدا ان هو يديله تحميصه بسيطه في الفرن بالشكل ده. بصوا السمك بتاعه عامل ازاي، بصوا اللون بتاعه، انا مش محمراه قوي، لا انا يا دوب بس اديته تشميعه في الفرن بالشكل ده كده. طيب ننزل مقاديرنا يا حمدي ونشوف اعاده التدوير اللي هنعملها النهارده بالفينو هتكون عباره عن ايه. عاملين فينو وفي حشوه، وادام في حشوه يبقى اي حاجه موجوده عندنا هنستخدمها. طيب انا النهارده عامله صينيه فينو بالفراخ، عندك لحمه مفرومه شغال، عندك ميكس جبن وبسطرمه وزيتون شغال، عندك شويه سجق شايلاهم شغال، عندك شويه كبده اسكندراني الكيس محطوط في الثلاجه ومش عارفه تعمليه ايه، تروحي مطلعه كبد فراخ وقوانص طلعيها، عايزين حاجه متعصجه. طيب انا عندي مثلا دلوقتي زي ما انتم شايفين كده الكميه بتاعت الفراخ قليله، طب انا ازودها بايه يا نونا وانا عايزه مثلا اعمل اكل لاربع افراد او اكتر من اربع افراد؟ بنزود باقي المقادير اللي هي ايه، فلفل الوان زي ما حضراتكم شايفين كده، بصل، ثوم، جبنه، احنا فتحنا الثلاجه وطلعنا البواقي اللي عندنا مع الفينو اللي بايت وقطعناه بالشكل ده وحمصناه، وهنعمل صنف، والصنف ده ان شاء الله باذن الله هيبقى في منتهى الجمال. طيب الصنف بتاعنا احنا النهارده مستخدمين له ايه، 10 ترغيفه فينو وحلقات متحمصه بالشكل ده كده. طيب هو ده مش كتير ان هو يعمل صينيه او يعمل طاجن بايركس، لا ما احنا هنستخدمه طبقتين، يعني انا عايزه طبقه في الارضيه وطبقه من فوق عشان النص هي اللي هتبقى فيها حشوه. طيب مقاديرنا بتقول ايه، عندي 10 ترغيفه فينو حلقات متحمصه، معايا نص كيلو فراخ مكعبات، 3 كوبايات فلفل الوان، بصلتين مفرومين، معلقه كبيره ثوم مفروم، معلقه كبيره فلفل حامي ممكن تستغني عنها، كوبايه جبنه موتزاريلا، ومعايا شويه زيت. معانا ايه كمان بقى تاني على الوش، يعني كل الكلام ده كله التوابل بتاعتنا 7 بهارات وملح وفلفل اسود اللي هنحطه للخليط ده. طيب على الوش بقى هنسقي الفينو ده بايه علشان يطلع لنا كده طبق كامل متكامل، معايا بيضتين، كوبايه حليب، كوبايه كريمه طهي وممكن استغنى عنها، معايا معلقتين كبار بابريكا ومعلقه كبيره من الكمون، وطبعا ملح وفلفل اسود. دي المكونات بتاعتنا، حاجه سهله وبسيطه جدا وموجوده عندنا في البيت. قلت ادام في حشوه مش شرط ان انا اجيب حاجه من بره، لا اللي موجود عندي هستخدمه. طيب هعمل ايه، هبدا بسم الله الاول كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي على النبي في قلبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا كده شغلنا ببركه ربنا علشان ربنا يكرمنا في اللي احنا بنعمله. طيب هعمل ايه دلوقتي، حطيت شويه زيت على النار وهبدا ان انا ادي صدمه للفراخ على نار عاليه، ما ينفعش ان انا اوطي النار سواء بعصق فراخ او ان انا بعصق لحمه، ما ينفعش ان انا اوطي النار عشان ما تجيبش معايا ميه، انا عايزه مجرد ما تنزل تبقى الطاسه بتاعتي سخنه او الحله سخنه علشان المسام بتاعتها تتقفل على طول وتبدا تتشمع بكل سهوله. بسم الله الرحمن الرحيم. مجرد ما نزلت الفراخ كده ادي رشه فلفل اسود ورشه بسيطه من الملح، بصوا مجرد ما نزلت انا ما قلبتش على طول علشان ما تتهريش وما تلزقش في الطاسه او الحله، لا استنيت لما اتشمعت شويه من الزيت السخن وبعد كده بدات ان انا اقلبها، تتقلب معايا بكل سهوله، بصوا اتغير لونها ساعتها ازاي وما نزلتش ميه، اللي نازل ده الزيت اللي انا بشوح فيه وبدي فيه صدمه لكن مش ميه، لكن لو النار عندي بقى واطيه والطاسه مش سخنه والكلام ده كله هتلاقوا الفراخ بدات ان هي تجيب ميه معانا وهيبقى شكلها مش حلو، تحس ان الفراخ مسلوقه، لكن التشميعه اللي احنا عملناها دي مغلفه الفراخ ومخليه القوام بتاعها كويس. طيب مجرد ما اتغير اللون بتاعها كده مع رشه الملح والفلفل الاسود هبدا انزل بقى ببقيه المكونات بتاعتنا. طيب عندي بصل، بسم الله الرحمن الرحيم، ومجرد ما يتشوح شويه كده مع الفراخ ابدا انزل بالثوم، يطلعوا الروائح بتاعتهم وبعد كده ابدا انزل بباقي المكونات. ادي الثوم، انا كل اللي عملته دلوقتي حبه من الزيت، الطاسه بتاعتنا سخنه او الحله، اديت صدمه للفراخ اتشمعت مع رشه فلفل ورشه ملح وبعد كده نزلت بالبصل، معنى كده ان انا متاكده ان الفراخ مش هتنزل ميه، يعني انا لو لقيت سوائل السوائل دي هتبقى من البصل او من الفلفل والمكونات اللي انا منزلها. بدات الثوم يطلع الروائح بتاعته هو والبصل، عندي 3 كوبايات من الفلفل، يعني ايه 3 كوبايات؟ اعملي فلفلايه وفلفلايه وفلفلايه، ما عندكيش فلفل الوان اعملي فلفل رومي، اعملي فلفل حامي زي ما انت عايزه، اللي موجود عندك ما تلتزميش باللي انا قايلاه، يعني ما تنزليش تجيبي حاجات من بره، لا احنا قايلين اعاده تدوير، يعني بنشتغل بالحاجه اللي موجوده في البيت هنوظفها.
حطينا الفلفل الالوان بالشكل ده كده، رشه ملح كمان علشان الفلفل يدبل معانا. بصوا النص كيلو الفراخ او الاقل من نص كيلو فراخ، لو حتى لو ربع كيلو عندكم، بصوا مجرد ما حطينا عليه باقي المكونات ما شاء الله عمل لنا حشوه محترمه. ومش معنى ان هي حشوه الفراخ مثلا بتاعتها قليله او اللحمه بتاعتها قليله لا ان احنا مش هنحس بيهم، لا اهو بصوا ده لسه كمان لما نحط باقي التوابل هتشوف شكلها عامل ازاي. بعد كده ادي الفلفل الاحمر الحامي، ممكن ان انتوا تستغنوا عنه ما تحطوهوش. ابدا بقى اتبل، ادي 7 بهارات، ناخد من هنا حبه كمون وناخد كمان شويه من البابريكا بالشكل ده كده. عايزه بقى تحطي حبه كاري، عايزه تحطي حبه كركم، عايزه تحطي حبه جوز الطيب، عايزه اي توابل انت عندك موجوده وبتحبيها وبتحبي نكهتها في الاكل ممكن تحطيها، كله متاح بالشكل ده كده. انا بصوا مش هحط لها ميه خالص، ليه؟ انا عندي بصل وعندي فلفل، ومعروف ان البصل والفلفل اصلا بينزل سوائل، فانا هعتمد على التسويه في السوائل اللي هتنزل من الخليط بتاعنا بالشكل ده كده. دلوقتي بقى اتبل، ادي فلفل اسود وادي ملح. خلوا بالكم انتوا بتتبلوا التتبيله الاخيره دي ان احنا حطينا الاول رشه ملح مع الفراخ ومعاها فلفل اسود، وحطينا رشه ملح تانيه علشان ندبل الفلفل، فتخلوا بالكم من كميه الملح اللي بتحطوها كده. الخلطه عندي تمام وزي الفل، محتاجه بس ان هي ايه تفضل شويه على النار علشان تتشمع معايا. هجيب دلوقتي الطاجن بتاعنا، عايز تعملي في صينيه تيفال في طاجن بايركس زي ما انت عايزه. بسم الله، واروح جايبه زيت وادهن الطاجن بتاعنا او الصينيه اللي هنشتغل فيها دهنه زيت بسيطه. بسم الله، بصوا كده بنرص الفينو اللي احنا مدينه تحميصه، انا ليه اديته تحميصه ومدياله تحميصه بسيطه مش عاليه، او مش ان هو يبقى مقرمش خالص، علشان انا عايزاه ان هو لسه هياخد بقيه التحميصه بتاعته او بقيه التسويه بتاعته في الفرن بالشكل ده كده. بالشكل ده مليت الارضيه كلها كده. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ يا دوب رشه من الجبنه الموتزاريلا بسيطه خالص كده علشان تمسك لي المكونات اللي في الارضيه دي مع بعضها. واجي عند الحشوه هنا، بسم الله، بصوا هي كفت نفسها بنفسها، يعني ما نحطناش ولا ميه من بره ولا سوائل ولا اي حاجه بالشكل ده كده. طبعا الفراخ ما بتاخدش وقت في التسويه، واديكم شايفين الفلفل والبصل وكله بالشكل ده دبل معانا في منتهى الجمال. هروح واخده كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط الحشوه بالشكل ده. حطينا الحشوه، بعد ما حطينا الحشوه بعمل كده، باقي كميه الجبنه الموتزاريلا بحطها على الفراخ. انا ما عنديش جبنه موتزاريلا وعندي شويه جبنه رومي كده محطوطين في الثلاجه، افرميهم وحطيهم. عندي شويه جبنه صيدر افرميهم وحطيهم. ما عنديش جبن خالص ما فيهاش اي مشكله ما تحطيش، مش هتقول لك لا. بسم الله، وارجع بعد كده اعمل كده. نرص بالشكل ده كده، بالشكل ده. كده انا غطيت الفراخ كلها بباقي الفينو اللي احنا محمصينه. طيب فاضل كده ايه؟ فاضل الوش، هيتعمل بايه؟ بالحليب والكريمه، ما عنديش كريمه ما فيهاش اي مشكله، وبالبيض اللي احنا عاملينه. بصوا عملت ايه؟ حطيت رشه ملح ورشه فلفل اسود على البيضتين وخلطتهم كويس جدا قوي مع بعض، او بمعنى البلدي بتاعنا ربيتهم روب، يعني مش ربيتهم ربيتهم بالشكل ده كده. رحت نازله بالكريمه، ما عنديش كريمه قلت لكم ما فيهاش اي مشكله، نحط حليب بس بالشكل ده كده. وادي الحليب، شويه كمون وشويه بابريكا، واخلط ده كله كده مع بعض، وابدا ان انا اسقي بيه الوش علشان يبدا ان هو يتشمع ويديني طبقه حلوه قوي ويمسك الطبقتين فوق وتحت بالحشوه بالشكل ده كده. نفضي حوالينا ونرجع نرشهم. بسم الله، عايزه كله يجي عليه
علشان يديني وش حلو قوي. بصوا بالشكل ده كده نسقي العيش كله علشان البيض اللي في الحليب والكريمة هيديني تسوية ولون حلو قوي. طيب عندك جبنة موتزاريلا زيادة او عندك ميكس جبن زيادة ممكن نحطه على الوش، ما عندكيش يبقى هنستكفى باللي احنا حطيناه في الارض في النص على الحشو. تعالوا بقى نحط الطاجن بتاعنا دوت في الفرن ونشوف لما يطلع. الفراخ عندنا مستويه، الفينو طبعا متحمص، انا كل اللي انا عايزاه يدخل الفرن، البيض والكريمه والحليب يبدا يشمع كله مع بعضه، والجبن اللي في النص تسيح، والوش طبعا يبقى شكله في منتهى الجمال كده ونطلعه. كل حاجه عندنا مستويه فمش هياخد وقت كبير في الفرن. بسم الله. عينيا الاتنين. حاضر. انا مشغله فوق وتحت، ممكن ان انتوا مش عايزين تشغلوا فوق يبقى نشغل تحت شويه، وبعد كده لو الفرن بتاعكم ده بيشتغل لوحده ده بيشتغل لوحده نشغل حوالي ربع ساعه ونقفل ونشغل من فوق الشوايه علشان تاخد اللون الحلو. لكن احنا دلوقتي اهو هنحطه حوالي من ربع ساعه لثلث ساعه لحد ما يتشمع كله مع بعضه وياخد اللون الحلو بتاعنا، وبعدين نطلعه من الفرن. الفينو بالفراخ بتاعتنا في الفرن ما شاء الله الله اكبر عليه، بدا العيش نفسه ياخد لون كده ذهبي غامق، هنسيبه بقى شويه لحد ما ياخد اللون اللي احنا عايزينه، وبعد كده نطلعه ونشوف هنعمل فيه ايه. سواء عايزه بقى ايه، اوطي النار عشان عايزاه ياخد الوش بتاعه على الهادي، ما يبقاش ان هو خد الوش على طول وطلع زي ما هو. الطاجن بتاعنا عشان ما شاء الله كبير، فالخليط اللي احنا كنا عاملينه اللي هو البيضتين مع كوبايه الحليب والكريمه كان قليل وما ادانيش الوش اللي انا عايزاه، فبصراحه رحت جايبه جبنه من المطبخ اهي، لقيت جبنه موتزاريلا وجبنه شيدر. القطعة دي على فكرة هي جبنة موتزاريلا بس متقطعة قطع، ورحت حطها على الوش عشان تديني الشكل اللي انا عايزاه، لكن هي من جوه المكونات كلها ماشية مع بعضها زي الفل ومتشمعة وفي منتهى الجمال. تسيح الجبن وتاخد اللون اللي انا عايزاه، وبعد كده نشوف هنعمل فيها ايه. صينية الفراخ زي ما حضراتكم شايفين كده بدأت الجبن تسيح، بدأت ان هي تاخد اللون الحلو اللي احنا عارفينه. قدامنا قد ايه يا حمدي؟ لا قدامنا قد ايه؟ طيب يبقى نطلعها عشان اوريها لحبايبنا. ده عشان قلت اطلعها ايش. تعالوا نطلعها كده، وخلوا بالكم اللي انا بعمله، انا لما باجي اطلع حاجه بايركس خلوا بالكم، الله يبارك لكم الله يحفظكم من كل شر، لما باجي اطلع حاجه بايركس ما بطلعهاش على الرخامه على طول، وطبعا احنا عارفين ان احنا في شتاء ممكن الرخامه تبقى ساقعه قوي، فنخلي بالنا من حاجه زي كده، يا اما نطلع على فوطه، اوعوا تكون فوطه المطبخ مبلوله علشان لا قدر الله البايركس ما يفرقعش معاكم. فباجي ابقى متاكده يا اما فوطه ناشفه يا اما على بلانشه خشب. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده طبعا المفروض الجبن دي بنسيبها تهدى شويه وبعد كده بنبدا نقطعها. عايزه حاجه كمان، لو انت عملتي الصنف بتاعنا دوت والبيض زي ما طلع معايا كده طلع قليل او طلع الحليب قليل ومغطاش الوش كله، طب اعمل ايه في حاجه زي كده؟ لو عندك حبه بشاميل شايلاهم، او ممكن تاخديها من اولها من قصرها وكوبايه الحليب تدوبي فيها معلقه دقيق، ارفعيهم على النار مع معلقه نشا مع حبه ملح وفلفل اسود وشويه توابل وحطيهم على الوش ودخلي الفرن. البشاميل ده هيروح لمملك الوش كله بشكل حلو، حطي الجبن على الوش او ما تحطيش خالص هيطلع معاكي تمام وزي الفل. نبدا ان هو يهدى، نبدا نقطعه زي المكرونه البشاميل كده زي ما عملناها او نجرسكو، بتبدا ان هي تطلع معانا فينو من فوق وفينو من تحت، والحشوه موجوده في النص تطلع معانا زي الفل.